شباب صباح الخير عليكم. اليوم ما غاديش نديرو شي قصه على شي واحد، ولكن غادي نحاولوا نصوروا لدخونا البلايت وغادي ندخلوا لاصال ونوريكم لاصال غير ب 100 درهم غير ب 100 درهم. عرفتي غادي تريني غادي تشوف شي حوايج الهربه، واحد لاصال ما كاينش خو. بقاوش معايا، نقزوا في الكومنتات عاوتاني شي واحد يبقى يقولك انت حيد عليا من 100 درهم كذا ما تيقينش كذا. المهم شحال ياسين، شحال كنخلصوا لاصال في الشهر؟ 10 دولار 100 درهم كاين اللي كيخلص 25 دولار. الأغلى على مسكين. اجي تشوفوا راسل كي داير، اجي تشوفوا حنا الفقر والمعاناة والغلاء اللي كنعيشوا فيه كي داير. اجي تشوف واش بنادم ما يبقاش بنادم ما يبقاش ينقص تما يقول لكم لا هذه ما هذه ما هذه. اجي تشوفوا غير ب 10 دولار الأغلى على مسكين. لا بغيتيش تطلع في الصالة وصافي، شوف تريني فوق ما بغيتي، دوز شحال ما بغيتي واجي فوق ما بغيتي. 24 ساعة. يلا نقد الفقير قول السلام عليكم من كاليفورنيا. دراري البلايك ديال كاليفورنيا مشاو مشاو. يلا طلق لي باش نمشيو تاني. دابا البارح اصاحبي سولتهم قلت لهم دابا هذا واش نرجعهم ولا شنو؟ هذه غتعلقها في الحيط غتغسلها مزيان وديرها شي بلاصه ثانيين. لا قالوا لي خصك تعيط لهذوك ديال كاليفورنيا وتشوف. لا بلاش. كدير غير كتسكاني كتقول لك شوف شنو كتقول لك، كتقول لك مرحبا بك. انتم الله صلاح خوتي خاوي، حتى واحد ما كيتريني من غير واحد الخمسه بانوا لي ولا سته. شو شحال خاوي هذا؟ يلا زيد واحد لاصال معروف كيعرفوا اي واحد هنايا. الناس اللي كيخدموا انتم الاخوان. 10 دولار الاغلى على مسكين. ونوريكم شوف بلاتي شويه فاش نسالي بلاصه، غادي نوريكم عاوتاني فاش كندخل فين كندير الماساج، فين كان كاين واحد اللعبه ديال الكولور برونزاج بزاف الحوايج، كاين واحد الكرسي اخر ديال صحاب تقطع اللحام واللي نفدعو كذا. المهم لا غلا على مسكين. اول حاجه كنبداو بها فهمتيني بيكالا، صحاب اللعاقه كيبداو ديما بالبيكالا، داكشي علاش حنا تعلمنا باش حنا نوليو ملعاقين. ياك اخي ياسر. يا سلام لا غلا على مسكينين. مرحبا بك خاوي اللي ما بغاش يترينا. اخوان دابا غنمشيو نضربو البداو بالكتاف وموراها غادي نضربو الظهر، حيت انا ترينيت البارح ضربت الصدر وضربت البيسابس، دابا بغيت نقي شويه الكتاف نقي شويه الظهر ونضرب شويه الرجلي. ومعايا هاد راس الطنقادة هاد الحشا ما بغاتش تمشي له، عطيني شي نصيحة لخوك. كتنقص هي كتنقص دابا كتنقص كتدفعها تدفعها تقول كنقص. اخوان تقريبا كاين جميع لي ماشين عيطة اخوان، كاين جميع لي ماشين يعني بزاف الناس ديساجي كيقول لك مثلا واش كاين كلشي، كاين تقريبا كلشي، كاين حتى ديال الفيتنس والمساج وكاين حتى الباك. يلا با ياسين كاين كاين اخويا، قتل لي هذيك الكرش، هذيك الكرش ما بغيت نشوفها اخويا قتلها. سالي معاها الرضا الرضا. شحال لاصال خي ديري الشهر؟ 10 دولار 100 درهم. برافو الاخوان، من اجمل الحوايج في لاصال هو لاصال. الواحد يجي تريني واحد قرب عرفتي، كنحاول نجي تريني يوميا، نخلي نهار واحد اللي هو الحد ما نجيش تري فيه حيت هي كلشي. تريني في المغاربه مساكنه صاحبي، تخيل معايا خي ياسين تيقول 500 درهم 400 درهم لاصال غلا وديما فيه الزحام ماشي بحال هذا بزاف ديال الحوايج. المشكله انه بالعضويه ديال هاد لاصال تمشي لاي مدينه فين ما بغيتي تريني في لاصال ديالها، يعني فين ما مشيتي كاينه هاد لاصال. اخوان راسلينا ها هو ياسين، ضرب في واحد الهيت كارديو. حيت ليا هيت كارديو هو باش غنحيد الكرش. المهم الاخوان سالينا راسان، ما بغيتش نصور لكم بزاف الحوايج حيت ما كنشدش التليفون. المهم هذا هو الماساج اللي قلت لكم، هنا كتسنى الا بغيتي تدخل البرونزاج، حتى هذيك ديال البرونزاج، حتى هذيك البرونزاج، برونزاج حتى هذا البرونزاج. دابا نشوف الكولور، هذا كامل صال، هادو الكراسي اللي قلت لكم ديال الا بغيتي دير ماساج كتجلس والماساج كيبقى يفرك لك ظهرك كامل. عرفتي واحد الجليسه هنا كتبقى تقاد الكرسي. اخوان كيف كتشوفوا
كراسه ديال الماساج كاملين، يعني كيبقاو يديروا واحد الماساج في الدار من راسك حتى رجلك لتحت، ولكن كتخلص $25 يعني 5000 ريال 250 درهم باش تاخذ كاع هاد الامتيازات. والامتيازات هو انه تجيب صاحبك معاك يتري لي فابور فوق شحال ما بغيتي مره، تمشي لاي بلاصه في ميريكان تريني، تشري اي حاجه عندهم هنايا بحال البروتين القراعي ديال القوى داكشي كامل، يعني تقريبا بحال قلتي واحد الثمن نص الثمن يعني 50%، وعندك بزاف امتيازات اخرين. سو وكاين اللي كيخلص $10 غير هو ما كيجيش لهاد البلاصه ديال الماساج، كيمشي يتريني. هما وصل كبير هاد الفلوغ هذا خفيف ظريف، ما غنمونطيش بزاف فيه، ولكن بغيت نديرو سامبل اي واحد يفهمو ويشوفو كلشي. عرفت لي ان راه ميريكان كيف ماشي كيف كيقولوا دوك المحاسيل تيقول انه راه عايشين مثلا في كحمار طاحونا وانه ما كيدمروا بزاف الحوايج. ما بغيتش نرد على داك الاخ باش ما نطولوش الموضوع، ولكن باش تشوفوا انه راه عندنا الرمه ديال الوقت اللي ما كانش عندنا حتى في المغرب فاش كنا فيه. عندنا وقت ديال لاصال، عندنا وقت ديال اننا نمشيو نترينيو، وعندنا الوقت اننا نمشيو نقصيو وندوشو ونمشيو نشوفو الصحاب، وداك الشيء اللي غنديروا اليوم. يعني انا غنمشيو هي هذيك غنرتاحو نبدلو نقصيو وغادي نمشيو نشوفو العشره نتلاقاو معاهم. الناس اللي متبعينيش في انستغرام دخلوا عندي الانستغرام باش تشوفوا كاع شنو كنديروا في النهارات ديالنا هنايا واستافدوا بزاف. ياسين راني رد دكدك حتى هو خمسيه الجلسه ديال الدرب، وحق الله على بحال الجلسه هذه ما كتلقاش بحالها هنايا. يا اخي ياسين شنو نصيحه نصحهم؟ نصحهم اخي ياسين وقول لهم شوف شحال ترينا، شحال قلت لنا الشهر 100 درهم. عرفتي شحال ترينا؟ انا شي ساعتين اصاحبي 100 درهم والله. انا كمولف كنت ترينا ساعه وك ساعه هو تقيل كيبقى يجدني بالهضره، داكشي علاش جلسنا ساعتين. الدوش وداكشي كلشي كاين، ما تجيب معاك لا صابون والله. وكاينين لاصالات اخرين دابا هذا كيعتبر اول لاصال هنا في ميريكان ومن ارخص لاصالات. كاينين لاصالات اخرين $25 حتى $30 وفيهم لا بيسين، فيهم بزاف د الحوايج. يعني اون جينيرال لاصال في ميريكان رخيص بزاف، يعني عندك بزاف الامتيازات اللي ما كاينينش في دول اخرين. سو هذه نبذه صغيره على الحوايج الزوينين اللي كاينين في ميريكان باش بلا نبقاو نطولوا. والناس اللي ما عمرهم جاوا ميريكان كيبقى يقول لك ميريكان شنو فيها شنو ما فيهاش، يعني راه ثق بي، راه كاع دوك اللي كيطيحوا منا اقسم بالله وتعطيهم فيزا، تعطيهم فيزا ما يدوروش موراهم. سد لهم غير داك الفيسبوك وداك اليوتيوب اللي كيخلصوهم، هاد الدوله اللي كتخلصهم راك عارفين فين غيمشيو، مخير فيهم غيمشي بقيت في السيفيات في الاخر غيسخط. غير ما عندوش الباك مسكين وبغي. لا ما كنهضرش على داك الشخص بالضبط، كنهضر اون جينيرال على كاع اللي كيطيح من ميريكان. شوف الدوله خويا زوينه بزاف، فيها بزاف ديال الامتيازات والخدمه وكلشي، كلشي الحمد لله كاين، كيبقى غير داك البعد على العائله، وكي مع الوقت كتولف الحمد لله. هذاك الشيء اللي كاين. يلا الاخوان بارطاجيو هذا الفيديو هذا باش يوصل للناس انني كنترينيو ب 100 درهم للنهار. الشهر الشهر واخا كون كان نهار رخيصه 100 درهم للنهار. عرفتي شنو هي 100 درهم اصاحبي في ميريكان؟ كتخلص او ما يقولكش حنا علاش كتصرف الدولار الدرهم؟ كنصرفها علاش؟ لان بزاف الناس كيتفرجوا ما كيعرفوش شحال هي الدولار. سو الا كنتي كتفهم انت تبارك الله خلي داك الكومونتير عندك ودير غاجيم وبارطاجي مع الصحاب. يلا تهلاو في راسكم، كنبغيكم بزاف، شكرا على الكومونتيرات الزوينين وعلى الخايبين وعلى كلشي، وتهلاو في راسكم. 100 درهم للشهر.